طيب دلوقتي احنا في كنا قلنا في 3 أسئلة احنا عايزين اصلا ابتدينا البروجكت ده او المشروع ده عشان نرد عليهم. السؤال الاول كام ابلكيشن من كل الابلكيشنز اللي احنا جبناها ال 250 بيد مش فري وهم ريليست امتى وبيعملوا فلوس قد ايه لو هم بيد، لاننا عارفين خلاص ايه الحاجات اللي احنا بندور عليها تقريبا، فاحنا عارفين ان احنا مش محتاجين كل الكولمز دي، مش محتاجين كل الداتا فريم ده. فعشان نخلي حياتنا ابسط هنحاول نبسط حياتنا ونختار الكولمز بس اللي احنا محتاجينها، فهنسميه مثلا كولمز تو فلتر او فلتر كولمز، احنا حرين يعني. فانا هخلي التايتل تمام. ايه تاني مهم؟ فري ولا لا؟ وهما ريليست امتى مثلا، ونشوف كده دول هيكفونا ولا لا. فدي الكولمز، هقوم جاي اقول انا عايز دي اف، ده اختصار داتا فريمز عشان بس، فهقول دي اف الفلترد، فلترد هيبقى هو الداتا فريم، بس اقول له خد يرجع لي بس الكولمز دي، فدي هتاخد الكولمز دي وهي دي بس الكولمز اللي هتبقى اللي هتفضل. وده نتأكد منه بسرعة، ممكن نبص هاد وهاد انت بتديها argument بتقول لها انا عايز كام عدد ترجع لي كام عدد ابص عليه، فانا هخليه يرجع واحد. فهيبقى عندي title وهي free ولا لا، true or false، والrelease date بتاعها. ودي الطريقة اللي احنا بنعرف منها بيها نختار columns معينة احنا عايزينها، ده السينتاكس بتاعها لان ده مهم هنحتاجه.